عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم بهاء. هنكمل مع بعض إن إحنا نظبط الكود بتاعنا بقى على الطريقة الجديدة زي ما هم قايلين. إحنا طبعا هنستخدم الكود اللي موجود، هو مطلوب زي ما أنت شايف كده، مطلوب حاجات بسيطة جدا يعني. طبعا إحنا هنا خلونا بس، أيوه خلونا نعمله كده عشان نقارن اللي إحنا عاملينه باللي إحنا هنعدله. اللعبة كلها هتبقى في الموضوع ده ماشي. الكرييت المفروض يبقى بنيو بطريقة جديدة، نرجع شوية بطريقة جديدة، ان انت بتحتاج ان يبقى كلاينت فيه الهوست تمام، والبورت زي ما هو تمام، واتش تي بي اس، والهيدر بقى يبقى فيه الاثورايزيشن ان انت نعرف انت مين ماشي. فده هناخد الجزء ده هو بس كده ونشرحه زي ما هو، هناخد ده كده بس وهنروح نحطه فوق هنا ماشي كده. جميل جميل. طبعا المفروض ده بقى، المفروض ده كده هيتشال والكرييت يبقى بالكلاينت اللي هو عمله لنا ده. طيب خلونا هنشرح ده واحدة واحدة. طيب سوري كلاينت تمام تمام دلوقتي يا سيدي، هو هنا طالب منك حاجة اسمها بروجكت اي دي وبروجكت سيكريت، عشان الاتنين دول بيدمجوا بالطريقة اللي انت شايفها دي ويرجعوا لك الاوثورايزيشن اللي انت بتبعته، الاوث او اللي هو اللوجن داتا اللي الموقع ده الانفيورا بيعرف من خلاله انت مين، فيرفع لك الحاجه دي في الجزء بتاعك ماشي، يرفع لك الحاجه دي في الجزء بتاعك. طيب بنعملها ازاي وعشان نستخدمها؟ طيب بنجيب قصدي الداتا دي منين؟ زي ما اتفقنا هنروح هنا، خلينا نكبر دي بقى شويه ماشي، هنروح على انفيورا تمام، نعمل لوجن، وزي ما اتفقنا هنربط، هنروح نعمل اي بي اف اس، نجيب من هنا نعمل اي بي اف اس كلاينت، نقول له كريت نيو كي ماشي. طبعا محدش ياخد السيكريت بتاعنا، همسحه بعد بعد الحاجه دي، فمحدش ياخده ويستخدمه يعني. نختار اي بي اف اس تمام. نكتب اسم البروجكت ده مثلا الانيمال، انيمالز ده مثلا تمام. انت اكتب الاسم اللي انت عايزه ده بس عشان انا اعرف تمام. بيديك اهو البروجكت اي دي وبيديك الاي بي اي كي سيكريت تمام. اقول له بروجكت اي دي كوبي، واجي هنا احط في البروجكت اي دي تمام. سوري ما تاخدش مظبوط اهوت كنترول في ماشي، وبيديك الاي باي سيكريت برضو اهو كوبي، نروح نحطه هنا. جميل تمام. ده كده المفروض احنا كده عملنا الجزء بتاع الاوثورايز تقريبا. ايوه مفيش حاجه، ده كده ان اللي هو الجزء اللي بيحفظ الصوره. طيب خلونا نعمل ريفريش نبص كده عشان هيجي لنا ايرورات تانية، فاحنا هنحل واحدة واحدة. دي احنا في هنا استراحة شو الايرور، ممكن اكون اصلا فلسف ولا مش واخد بالي. او طيب ماشي نرن كده دي ريكومند برودكشن سيبوت ماشي. ده عندي انا، دي واحده هنبص على الحاجات دي ممكن بس هنا ماشي خلاص. ده عشان هنا انا فين ال IBFS Create Client تمام. بس ده مش ده عشان البرودكشن عندي يعني، هظبطها الجهاز بس. الفكره كلها ان انا في حاجه هنا، طبعا احنا خدنا الكود كوبي بيست، فانا احنا هنا بنعمل كريت وهنا بنعمل كريت ماشي، فاحنا التغير بس او مش تغير الطريقه بس بتاعت احنا هنا، احنا عايزين نكريت فعايزين نعمل بس ده، او في الغالب بنسميه اوبشنز ماشي. اوبشنز او اي اسم زي ما انت عايز، بس الفكره انت مش بتكريت، انت بتعمل بس اوبجكت ماشي، بتعمل بس اوبجكت عشان ده اللي هتستخدمه، ده اللي هتبعته عموما يعني. هنشيل بس دي كمان ماشي. فانت بقى الاوبجكت دي، الاوبشن دي بتستخدمها او الفاريبلز بتاعتك انت هنا بس بتكريت البتاع، انما انا فوق كنت بكريت وهنا بكريت، فمش مش مظبوط طبعا. هي نفس الاليه بتاعت، خلينا نبص على فين ال ايوه، خلونا من هنا هو عامل كرييت، خلونا نبص على النود كده. هي طريقه النود سوري يعني، هما ميكس بين الاثنين يعني. انا بعيدا عن الاوثرايزد، هي الفكره ان انت هنا اوبجكت، لو خدت بالك من هنا
بنعمل نفس الايديت لوجيك وبنبعت هنا في الاوبشن. ماشي، خلينا نبص كده بس على ال سوري، فين لوكال. ماشي، نعمل ريفريش، شوف بقى الايرور اللي هيطلع لنا. اكيد هيطلع لنا ايرورات تانية، يعني احنا لسه بنحل واحدة واحدة. ماشي، نعمل كده وده انا كونسول لوج صح؟ انا في، انا متاكد ان انا في، انا جاناش صح. طيب نفرش تاني عشان بس ايه هنا. نبص على النتورك. لا الاول. ايوه اهو. ماشي، المفروض ده اتعمل الكارير تمام. طبعا احنا عشان مش في، مش هنشوف دلوقتي، هنشوف. طيب تمام، خلونا نروح نبص بقى على في تركية كمان. يعني احنا دلوقتي لو جينا احنا عملنا هنا ابلود، سوري، لو خلينا نروح نشوف داله المنت بقى. نروح هنا للكونسول ولو قلت له منت. ماشي طبعا، عشان معيش. ماشي طيب، خلينا احنا المفروض ده كنا بنطبعه. انا عايز اشوف حاجه، فين الداله اللي بتابلود؟ اكيد عشان فين ابلود 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 يو ار ال. ايوه يو ار ال هاش، اللي هو اليو ار ال ده، هو المفروض اليو ار ال ده خلاص ما عادش كده، المفروض بقى بسب دومين اللي احنا هنكريت دلوقتي. فالسيت يو ار ال هاش، خلينا احنا بنيجي هنا. طب خلينا نطبع الهاش. لو جينا هنا نطبع كونسول، دوت لوج، ونقول بعد ما الهاش كده نشوف اللي هيحصل. لو هنمسح دي بس كده ونروح نجيب فايل، نقول له كده الايرورز اللي هيطلع نظبط. بص ايوه ده الهاش بالظبط اللي ايه اللي بيجن. هي كده ترفع التمام. ماشي، ناقص بقى يا سيدي، ناقص ان احنا نرفع اليو ار ال ده. فاكرين اليو ار ال اللي هو كان يو ار بي سي فيورا ده؟ ده ما بيبقاش كده. يعني احنا لو خدنا، لو جينا خدنا دي كده كنترول سي ماشي، ورحنا عملنا دي كده، وبعد كده سلاش، المفروض بنحط الهاش ده عشان نشوف الصورة اللي احنا رفعناها صح؟ لو كده نقدر نحط دي كده تمام، اهي ده شغالة على القديم ماشي، وموجودة عشان الدنيا تمام. بس لو جيت تعمل ريكوستات كتير لما تيجي تشتغل في البتاع مش هتلاقيها شغالة. فيفضل انت تعمل ايه بقى يا سيدي؟ ان انت لو رحنا هنا ده على الهاش، خلينا بقى نروح لليو ار ال اللي هو، هي ليه بقى ما ظهرتش هناك؟ خلينا نروح نبص على الكود اللي هو بنظهر فيه الصوره اللي انت ده بقى ممكن تلاقيه في الاخر. ايوه اهو ماشي، ده طبعا ده اللي بيظهر، ما لناش دعوه بيه. خلينا نروح للاخر، اي بي في سي فيور اي ده والانيمال هاش. طيب خلونا هنا الانيمال هاش ده، الانيمال هاش احنا لو عملنا كونسول دوت لوج عشان نشوف ال الانيمال هاش ونشوف الموقع بتاعه. لو رحنا هنا لللوكال هوست نشوف ال السنتاكس مش مظبوط هنا، ما هو مش هي ماشي. انا هقصه من هنا. هو المفروض الانيمال هاش ده جاي، ده جاي من الانيمال صح؟ فالانيمالز هنا المفروض اقدر اطبعها، المفروض اصلا موجوده كونس اهي. بدل نروح نريفرش في الحاجه اللي ورا هنا، خلينا احنا في حاجه عملناها غلط. ايش تمام، نكومبايل وننزل تحت. صح سوري، انا ما عملتش منت اصلا. هي راح ما استعملتش منت، فخلينا نشوفها. طبعا هي المشكله مش هتلاقي اتحلت عادي، يعني هو بس التعديل اللي احنا عملناه البسيط ده وهتلاقي اتحلت. بس خليوني اجرب لكم حاجه عشان اوريكم حاجه افضل. موضوع ان انا اعمل ديتكت لليو ار ال ده عشان يبقى سب دومين من بتاعي، اللي هو اسميه انيمال، اسميه بهاء، اسميه باسم الحاجه بتاعتي. فخلوني اخد برايفت كي واروح نعمل امبورت كنترول في، واقول له امبورت، واقول له كونكتد.
ماشي هو كده تمام اهوت. اروح بقى اجيب صورة، خلينا نجيب نفس الصورة ماشي، واقول تمام اتفتحت اتعرضت اهيت، واقول له تمام، واجي هنا اقول له كونفيرم ظهرت اهي ماشي. طيب خليني اوريكم طريقة تانية بقى، او الطريقة احنا طبعا لو قعدنا نعملنا حاجات كتير الموضوع ده بقى برودكت، هتلاقي شوية صور تظهر وشوية صور ما تظهرش. عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر ان انت ليك عدد ريكوستات معين انك شغال لسه على الار ال الاساسي، مع انك اصلا المفروض يعني انت هنا لو جينا نروح هنا هم لسه فاتحينها، بس للامان وتخلي اليو ار ال نخليه مثلا، عشان لو انا عايز مثلا اليو ار ال، لو انا جيت هنا قلت له اوبن ايمج از اهي، بصوا انا عايز مثلا، انا عايز اليو ار ال يبقى مثلا حاجه زي كده، ده مثلا اسمه انيمال ان اف تي، يبقى كده انيمال ده انا هوريه لكم هنا افضل عشان يبقى ظاهر مش عشان بس تشوفوه وتفهموا قصدي، انا عايز مثلا اليو ار ال بدل ما هو كده يبقى كده مثلا animals دوت يبقى بتاعي ماشي. طيب نعمله ازاي؟ شيل ده نرجع اوت شويه ماشي، هنروح فين بقى يا سيدي عشان اوريك ازاي بنشغل الديتكت جيت واي. فهنروح على في الانفيورا اهو ده الالم، هنروح هنا ونفعل الديتكت جيت واي ونكتب مثلا animals NFT، او عشان انا من زمان ممكن تبقى متاخده اصلا، فانا نشوف كده سب دومين تمام. لا صح ماشي اهو ده الديتكت، فانا اقدر اروح هنا شايفين دي ماشي واخليه. طبعا خد بالك انا من فوق اصلا لما بروح على ال، انا بص خدوا بالكم لما انا بضيف الفايل واضيف الباس بي 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 بيضيف بس ده، فانا هنا لما باجي اعرض المفروض اعرض له الشكل التالي ماشي. فخلونا نروح نبدل، خلينا ناخد دي كولا شايفين انتوا دي، واقول له كده كنترول اف عشان اللي عايز احدلها كلها، واحط دي كده واحط له دي كده، المفروض دي المفروض انفيورا بيفيس المفروض ده كده مكانها، بس لا لغاية هنا المفروض هي نفس ال، لو قلت له ريبليس ماشي. طيب خلونا نتست ونشوف لو ظهر لنا حاجة، حاسس إن في حاجة ممكن تبقى هنا غلط مش مظبوطة، لو نرجع بيه هنا هنشوف الأشياء هيجي إزاي. نيجي هنا نمسح ده ماشي، ونروح هنا نجيب صورة أخرى عشان أوريكم برضو إحنا بنديتكت إزاي ال، طيب أنا كان عندي هنا شوية صور نسميهم NFT سيمبل هي أوبن تمام مينت كونفير اهي ظهرت اهي. لو رحنا نفتح الاوبن ايمج يو ار ال انيمالز ان فيورا اي بي اس جديد ده عادي ده شغال ده شغال، انا متوقع ان الاول ده ممكن يقف بس في الحالة انت كده عملت لنفسك سب دومين عشان يبقى فيه هنا الكلمه اللي انت عايزها ماشي. فده كان باختصار الحل، حل بسيط تستخدم اي بي اس كل اللي انت بتحدده هنا ده ماشي، يعني طريقة إضافة الكلاينت الجديد بشكل مختلف. طبعا أنت تقدر تقرأ بقى وتكستمايز والدنيا بتاعتك، يعني طبعا الأي بي إف إس سيبك من الموقع ده اللي هي الموقع الخدمة نفسها، أي بي إف إس ده بروتوكول كامل في حاجات مش هو موقع معين، يعني حتى اللي بيناطة بتستخدمه هو أي بي إف إس، بس في موقع اسمه أي بي إف إس، فعارف أنت لما تبقى أول واحد تشتغل في المجال فبتاخد نفس الاسم بتاع البروتوكول عموما. فنركز بس في النقطة دي لأن ده مجال كويس جدا وله شغل كتير، ده الفايلز نفسها ماشي. فده كان التحديث اللي حاصل ببساطة، إن أنت تقدر إن هو محتاجك تأثورايزد، فأنت محتاج تبعت الداتا بشكل مختلف شوية أو بشكل فيه أثورايزد، يعني ده شكل البوست والجيت اللي أنت بتبعتهم في اليور ال، لو أنت عندك كاستمر الاي بي اي وخلافه، هو كان عايزنا نبعت الحاجة بالشكل ده الايرفيت كي والسيكريت كي تمام. ده كان الموضوع باختصار، يا رب يكون واضح وسهل وبسيط. تبداوا تشوفوا بقى الدنيا في المشاريع بتاعتكم، تحدثوها، الموضوع مش هيبقى اللعبه كله هيبقى في الحاجات دي. طبعا في بقى نقطه، ممكن مثلا انت مشروعك شغال مش مشروع جديد، فهتلاقي الصور زي ما بقول لك مش بتتحل كده، فانت هتعمل سنتكس بسيط ان انت اي حاجه كانت بالشكل ده وهي بتتعرض تتحول للشكل ده.
عملية ريبليسمنت بالجافا سكريبت. يعني لو جيت هنا في لو كتبت بس جافا سكريبت ريبليس فانكشن، هتلاقي اول رابط ده بيطلع لك، انت هتريبليس بقى، هتقول له لما تلاقي الكلمة دي حولها للكلمة دي وهكذا، ماشي. فانا شخصيا مستخدمها في المشاريع، لان في مشاريع شغالة على القديم، ودلوقتي لما الجديد جه اليو ار الات معظمها مش بيفتح، فانا عايز مش عايز مش همسح واعمل، لا هو في يو ار ال فعلا تمام، بس انا بقول له اما يتلاقي ده قوله لي في الديتكت انيمالز هيفتح، ماشي. فدي بس حاجه حبيت انوه عليها، لو حد عنده مشروع شغال وما فهمش النقطه دي ممكن يتواصل معايا وان شاء الله اقدر اساعده. انتظرونا في دروس وحلقات قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.